بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن ننوه بشكل خاص بالتفاعل السريع لقواتنا المسلحة مع أوامرنا السامية لتعزيز الشريط الحدودي للقرقرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق أمام مناورات المرتزقة. لقد استطعتم بما تمتلكونه من حرفية عالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي من دحر المناورات البائسة لأعداء وحدتنا الترابية، وأظهرتم للعالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي. وإن ننوه باستماتة أفراد قواتنا المسلحة الملكية سواء في الدفاع عن توابت المغرب ووحدته الترابية أو في مجال مشاركة تجريداتنا في عملية حفظ السلام، فإننا في هذه الظرفية الدقيقة التي تعرف استمرار تفشي وباء كوفيد-19 على الصعيد الدولي لا بد أن نشيد بالدور البطولي لأطقم الصحة العسكرية وأطر المصالح الاجتماعية المرابطة في الجبهات الأمامية إلى جانب نظرائكم في المؤسسات الاستشفائية الوطنية وأفراد الوقاية المدنية والقوات العمومية، تنفيذاً لتعليماتنا السامية بتجندهم لتقديم الخدمات الطبية وكذلك خلال العملية الوطنية للتلقيح. كما أنكم وبالرغم من الظروف الطارئة والصعبة لهذه الجائحة وما فرضته من قيود وإكراهات، تمكنتم بما عهدناه فيكم من إصرار وعزيمة من مواصلة مهامكم المتعددة بنفس الحماس وعلو الهمة وتفعيل المخططات ذات البعد الأمني ومحاربة الجرائم العابرة للحدود والتصدي لها بفعالية وحزم دون إغفال تأهبكم المستمر للتصدي لانعكاسات التقلبات المناخية من خلال التموقع الاستباقي للأطقم الصحية واللوجستيكية متعددة الاختصاص للتدخل العاجل عند الحاجة للإغاثة وفك العزلة مع تقديم المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية. إنما نشهد اليوم من تحولات متسارعة في مجال العلوم والتقنيات المرتبطة بمجال الأمن والدفاع يجب أن يكون حافزاً لكفاءاتنا العسكرية الشابة حتى تتمكن من مواكبتها علمياً وتقنياً، وأن توظفها في تفعيل برامج بحث وطنية صرفة تمكن من إبداع حلول مبتكرة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والقيادة والسيطرة، وذلك لرفع مستوى جاهزية جيشنا ودعم قدراته القتالية في الميدان.
ملكنا العزيز محمد السادس. ايوا ايوا الله الله وعاش الملك. يا شباب يا العزم انصر سيدي محمد يا شباب يا